مؤتمر النهارده لبريرا رئيس لجنه الحكام، قال الحقيقه نقط كتير ممكن. طيب نسمعه الاول. And 52 assistants also including the 7 FIFA assistants. بالنسبة لدوري النيل هيبقى عندنا 36 حكم بالإضافة إلى 7 حكام فيفا و52 حكم مساعد بالإضافة إلى 7 حكام فيفا. التعيينات هتبقى بالظبط زي الأندية، الحكام اللي هتكون البرفورمانس أو أدائهم كويس هياخدوا ماتشات كتير أو هيتعينوا أكتر، والحكام اللي أدائهم مش كويس مش هيتعينوا بقدر الحكام اللي كان أدائهم كويس بالظبط زي اللعيبة أو في الأندية. عايزين الحكام بتوعنا يكونوا في التوب، فعلشان كده باستمرار أكد على الحكام إن لازم لياقتهم البدنية تكون كويسة جدا بالإضافة إلى التريفيا أو اختبار قوانين اللعبة. الحكام اللي ما قدرتش تجتاز اختبارات اللياقة البدنية أو قوانين اللعبة بالمعايير بتاعة الفيفا مش هتقدر إن هي تخش أو هيستبعدوا. بس قبل ما يبتدي يقعد، هو في حاجة شخصية حابب يقولها لكم. I arrived here 6 months ago. هو وصل مصر من 6 شهور. I was in Portugal 2 times, 10 days each time. وراح البرتغال مرتين، كل مرة كان 10 أيام. I am working 10 to 12 hours a day, 7 days per week. وبيشتغل من 10 ل 12 سبع أيام في الأسبوع. Because I am professional and I love my job. وعشان هو محترف، او هو بيشتغل عدد الساعات دي كلها عشان هو محترف وعشان هو بيحب شغله. And the promise I did to the Egyptian people was to developing refereeing. والوعد اللي اداه للمصريين ان هو يطور التحكيم في مصر. So please when you write things about me say the truth. فبيرجوكوا لما تكتبوا حاجات عنه قولوا الحقيقة. ده كان المؤتمر الصحفي لبريرا رئيس لجنة الحكام. أنا الحقيقة يعني أنا اتقابلت مع الراجل وقعدت اتكلمت معاه كتير. أنا حاسس إن هو بعت رسائل كتيرة جدا، بس أنا في رسائل كتيرة كنت أنتظرها للأندية، أنتظرها لأصحاب الشأن. يعني أنا حسيت شوية إن هو مؤتمر شخصي بريرا بيوجه بيه في رسائل لمنتقديه، محدش يكون في لجنة حكام أو حكم سابق ينتقد، وبستغرب إن الحكم ينتقدني على الهوى ولو في معلومة اتأكدوا مني، وأنا بشتغل 10-12 ساعة وأنا عامل سيستم كبير ومستحقات الحكام اتحلت. كل ده كويس جدا جدا جدا، كل دي نقط مهمة، ولكن النقط الأهم النهاردة هي رسائل الأجهزة الفنية، رسائل الأندية. الحتة بتاعت في محاضرات اتعملت للأندية بما يخص التحكيم، في محاضرات اتعملت في هذا الشأن، الحكام النهاردة جاهزين اتطور منهم ايه، الفرق بين السنة اللي فاتت والسنة دي، يعني حاجات تهم الناس فنيا بشكل كبير، اعتقد ان هي مكاتب